ماهرا فاتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على اطراف اصابع قدميه، الا ان هذا الرجل الماهر تتبع الخطى حتى وصل الى فم الغار. كت. نعيد مره ثانيه معلش. كلها؟ طيب. واحد اثنين ثلاثه. عندما نتامل هذه المسيره التي تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابا بكر الصديق، نجد ملاحظة مهمة وجدتها في كتب التاريخ، أن قريشا أتت بطائف من خزاعة، قبيلة خزاعة المجاورة لمكة المكرمة. هذا القائف كان ماهرا فاتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، رغم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يمشي على أطراف أصابع قدميه، إلا أن هذا القائف الماهر تتبع الآثار حتى وصل إلى فم الغار، وعند فم الغار قال كلمة مهمة، قال إلى ها هنا انتهت آثار أقدام ابني إبراهيم عليه السلام، وذلك لشبه أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم أبي بكر الصديق بقدم الخليل إبراهيم الموجود في مقام إبراهيم. وقال لا أدري إلى أين ذهبوا، أمامكم العنكبوت، ولا ربما صعد فوق الغار، يعني كان شيء معجز أمامه أن يجد لا يجد أحد في هذا المكان. وطبعا هذا كان تدخل من المولى سبحانه وتعالى بأضعف الجنود. الحق سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ببيت العنكبوت حمى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا المكان انطلق الإسلام إلى كل رباع الأرض. يعني الإسلام ضاق في مكة، ضاق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، حتى إن سيدنا أبي بكر الصديق أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النصرة أراد الهجرة إلى الحبشة من شدة الطغيان الذي كان في مكة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تمهل يا أبا بكر لعل الله يجعل لنا مخرجا، وكانت الهجرة. وهذا المكان يمتاز أنه يعتبر المكان الوحيد اللي على طبيعته منذ 1444 عام، إحنا في هذا العام 1444 هجري، يعني لم يتغير أي شيء فيه، هذه الصخور كما هي. جميع الأماكن النبوية الأخرى، لن أقول جميع، ربما الغالبية العظمى الساحقة منها تغيرت ملامحها بفعل الزمان إلا هذا المكان كما هو، اللهم إلا هذه الفتحة بفم الغار التي قاموا بتوسعتها حتى يستطيع الناس الدخول، كما أشار أخونا الشيخ محمد جزاه الله خيرا ووضح هذا الأمر، يعني إحساس يعني غريب جدا نشعر به هنا في هذا المكان. بكى أبي بكر الصديق وسالت دموعه حتى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يرقد يضع رأسه على حجر أبي بكر الصديق، وأبي بكر لدغته الحية، يعني كما يقال عند أنها أنه منع منها نور النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا أبي بكر لم يتحرك حتى صرى السم في داخل جسده ولم يتحمل، فبكى بدون صوت حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، بكى بالدموع. فعندما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدموع قال ما لك يا أبا بكر، فقال له لدغت، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على جرح أبي بكر الصديق فبرئ. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ارض عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ناصروا نبيه وأعزوا دينه وكان على يديهم نشر الإسلام في كل بقاع العالم. ما شاء الله.